السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ أستعرض لكم طقم من منتجات نوفال المصري. وطبعا احنا بنفتخر ان لينا صناعة مصرية، ولازم نشجع برضو المنتج المصري عشان يوصل للعالمية. هنا ده طقم ستانلس معانا اهون. ده شكل الكرتونة من الخارج، هو عبارة عن 5 حلة قدامنا اهي. انا بحب في كل شغل ان انا اصور برضو الكرتونة عشان ما نختلطش بامور تانية وكل شيء يكون واضح. هنا لو شفنا هنا مكتوب ستانلس ستيل 18x10، تمام. وهنا نوفال، ندور برضو الكرتونة نشوفها برضو كده من جميع الجهات. هنا مكتوب قدامنا اهو طقم 10 قطع 5 حلة بومبي. المقاس بيبدأ من 16x24 قدامنا اهو. ستانلس ستيل 18x10. لو احنا شفنا هنا برضو بيانات الكرتونة قدامنا مكتوبة، اتمنى بس التصوير يوضحها. هنا مكتوب قاعدة ستانلس محقونة من الألمونيوم لتحقيق التوزيع المنتظم والمتساوي للحرارة للحصول على أفضل نتائج للطهي. هنا يعني هنا دي ستانلس، الطقم ستانلس، القاعدة بتاعت الحلة، الطبقة الداخلية من جوه ألمونيوم، يعني صحية أصلا. لأن في بعض ستانلس تلاقي القاعدة، تلاقي الطبقة الداخلية بتبقى حديد، فبالتالي ده ممكن يضر في الأكل. لكن هنا البيانات قدامنا أهيا، إن هنا الستانلس قدامنا أهو، وإن تعتبر الطبقة الداخلية عندنا ألمونيوم من الداخل. هنا شكل الإيد قدامنا برضه أهو، شكل يعطي منظر فظيع. هنا البيانات الإرشادية إن هي بتستعمل للشعلة العادية والشعلة المسطحة، وبتستعمل في غسالة الأطباق، يتغسل في غسالة الأطباق برضه. هنا الميديان بتاعنا قدامنا أهو، صنع في مصر، وإحنا بنفتخر إن ده منتج مصري نوفال. فاحنا هنبدأ نفتح الكرتونة ونشوف محتوياتها من الداخل بتكون ازاي. قدامنا هنا بنفتح الكرتونة، هنلاقي ال5 حلل قدامنا، كل حلة بتكون في علبة كرتون واحدة. هبدأ افتح الكراتين ونبدأ نستعرض برضو شكل الحلة من الداخل ونشوفها مع بعض. انا هنا طلعت الحلل، كل حلة مغلفة في الكيس بتاعها، والغطا برضو مغلف. نشوف شكل الحلة قدامنا على الطبيعة عشان نحكم. نبدأ بالمقاس الصغير بتاع الطقم قدامنا اهو. ده شكل اولا قدامنا الستانلس نوفال. هنا الايد بتاعة الغطا اهو، مميزة جدا. نشوف ايد الحلة ذات نفسها برضو، اخده منظر الفراولاية قدامنا اهي، تمام. وعايزين نشوف ظهر الحلة او من تحت ومن جوه ومن جميع الجهات عشان نحكم على الحلة برضو. حلة تقيلة جميلة ممتازة، خامتها ستانلس ممتاز قدامنا اهي. ده طبعا قلنا دي المقاس الصغير. نشوف من ورا هنا المقاسات والبيانات بتاعتنا، هنا مقلوبة ندورها. شوف هنا العلامات الإرشادية عليها، والستانلس 18x10، ومكتوب قدامنا برضو ميديان إن إيجيبت، كله كده تمام. لا قلنا المقاس الصغير بتاعنا. هنشوف المقاس التاني قدامنا أهو، هنشوف المقاس التاني اللي هو 18، لأن المقاس الصغير 16 سنتي. قدامنا اهو المقاس الصغير 16. الحلة التانية هنا قدامنا اهي معانا، مقاسها 18 سنتي. الشكل العام للحلة قدامنا اهو، شكل الايد بتاعة الحلة. نشوفها برضو الايد من تحت اهي. انا على ما اعتقد ان انا بحاول اصور من جميع الجهات. طبعا قلنا الحلة دي بومبي. كده شفنا المقاس رقم 18، نشوف المقاس رقم 20. نعمل اول حاجة دي كده، نحاول نحطهم كده على بعض برضو.
تمام. ده كده المقاس اللي تحت ده قلنا 18، والمقاس اللي فوق ده قلنا 16 سنتي. نشوف مقاس رقم 20 قدامنا اهو، دي رقم 20 بومبي، يعني تحسي انها من هنا كده ايه اخده دايره حاجه بسيطه كده من الجزء ده، ده معناها بومبي. تمام، هنا قدامنا الحله اهي من جميع الجهات. قلنا ده المقاس رقم 18. نغطيها برضو كده، كده احنا صورنا رقم 18. هنا معانا برضو الحلة رقم مقاسها رقم 20. سوري، نجيب المقاسات من البداية عشان اتلخبطنا. هنا المقاس ده رقم 16 وهنا 18. الحلة دي هي اللي مقاس رقم 20. الحلة اللي هنستعرضها دي مقاس 22. قدامنا شكل الايد برضو للمرة الثالثة قدامنا المقبض، الحلة من الداخل برضو اهو. راويطة حلوة مش وحشة، جميلة جدا والله، وحلة تقيلة يعني اعجبني جدا ان حلة كمان تقيلة ماسكة نفسها، استانلس نظيف فعلا. نفتخر ان احنا عندنا صناعة مصرية تكون بالجودة دي. نشوف بقى الحلة تعتبر الكبيرة بتاعت الطقم اللي هي مقاس 24 قدامنا اهي. وهنا منظر الحلل، رصتها فوق بعضيها الخمس حلل عشان تبان برضو من بعيدة اهو الشكل العام للطقم. حلة 2 3 4 5، يبقى الطقم 10 قطع عبارة عن 5 حلل بخمس غطيان، الغطا بيحسب قطعة، فبالتالي الطقم 10 قطع عبارة عن 5 حلل. تمام قدامنا اهو. اتمنى يكون التصوير عجبكم، وطبعا ده من تصوير ام كريم، وما تنساش تعملوا لايك للفيديو على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.